انا عندي هذا المحور اللي قلنا عنه صفر الضغط المطلق، انا اذا نزلت انا باتجاه الاسفل صار عندي 10 كيلو باسكال، رجعت نزلت باتجاه الاسفل صار عندي 50 كيلو باسكال. هذا شو اللي احنا قاعدين بنقيسه بالمقياس؟ بالجيج، بي جيج، بي جي يعني بي جيج، المقياس اللي بنقيس فيه ضغط، تمام؟ 50 كيلو باسكال، نزلت باتجاه الاسفل صار عندي 80 كيلو باسكال، هذا الضغط شو اسمه؟ الضغط المطلق. بعدنا احنا بنقيس الضغط المطلق، انا بقيس من هون بجيب بنتي متر وبقيس بهذا الاتجاه وبشوف وزن عمود الهواء اللي عم يكبر معي، فعمليا عم بزيد معي شو؟ الضغط. طيب ظليت نازل اني وصلت لعند مستوى سطح البحر، هذا الضغط المطلق كم قيمته صار؟ صار قيمته 100 كيلو باسكال. شو هو اللي اسمه 100 كيلو باسكال؟ هو الضغط الجوي. اذا عند الغلاف الجوي الضغط المطلق يساوي الصفر، عندما نصل الى مستوى سطح البحر فان الضغط المطلق يساوي الضغط الجوي، تمام؟ اذا الضغط المطلق انا هون قاعد بقيس مقياس هون لما انزل، بس اوصل لعند مستوى سطح البحر انا صار عندي الضغط المطلق هو نفسه الضغط الجوي.